عملية عسكرية جديدة أطلقتها ميليشيات حفتر كان هدفها السيطرة الكاملة على منطقة الجوارشة بدأت منذ صباح الاثنين. ومن جانبهم صد مقاتلو مجلس الشورى ثوار بنغازي الهجوم الذي كان يتركز على محور البوابة، دمر خلالها مقاتلو المجلس آليات عسكرية إلى جانب إعطاب بعضها عن طريق الألغام الأرضية التي لم تسلم منها حتى كاسحات الألغام وفق مركز السرايا الجناح الأعلامي لمجلس الشورى. كما استهدفت المدفعية الثقيلة للمجلس مجموعة لميليشيات حفتر حاولت التقدم بمحاور غريونس وبوسنيب والحضيرة الجمركية، فدمرت عددا من الآليات وخلفت قتلى وجرحى قبل تراجع المهاجمين من ميليشيات حفتر إلى نقاطهم الأولى. مع غروب شمس يوم الاثنين تحصلت النبأ على حصيلة القتلى والجرحى لدى ميليشيات الكرامة، حيث سقط 17 قتيلا وأكثر من 30 جريحا بينهم حالات حرجة. وفي المقابل استشهد 5 من شورى الثوار وجرح 7 آخرون بينهم حالة حرجة نتيجة قصف الطيران الأجنبي، مع تأكيد مصادرنا على عدم خسران الشورى لأي نقاط تمركزات لهم في المحاور. هذه المعارك التي وصفت بالعنيفة استعانت فيها ميليشيات الكرامة بغطاء جوي مكثف، وصلت إلى 22 غارة على مناطق غرب بنغازي كان لمحور الجوارشة النصيب الأكبر فيها. أما بحرا فقد رصد ثوار بنغازي قطعة حربية تحاول التقدم صوب منطقة جنفودة، إلا أنها تراجعت تحت كثافة نيران مقاتلي شورى الثوار.